بلاغ من المواطنين على الرقم الأخضر 1548 المسخر من الطرف المديرية عامة الأمن الوطني مفاده وقوع شجار بالأسلحة البيضاء بين عصابتي أحياء وسط مدينة البليدة، ليتم توجيه الأفواج العاملة ميدانيا إلى عين مكان يتبين أن الشجار أسفر إلى إصابة أحد أفرادها بإصابات بالغة أدت إلى وفاته متأثرا بجروح على مستوى الرأس بسكين من الحجم الكبير. على إثرها فتح تحقيق في القضية بعد إخطار النيابة المختصة إقليميا، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأن ولاية البليدة مداعمة بمختلف الفرق وبناء على إذن بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم ومداهمة الأماكن المحتمل الاختباء بها وكذا الغابات المجاورة والأوكار التي يتردد عليها المشبوهين. في ظرف قياسي تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي في جريمة القتل وكذا جميع أفراد العصابتين الذين يقدر عددهم ب 15 شخص تتراوح أعمارهم بين 21 سنة و 42 مع حجز عدد كبير من الأسلحة البيضاء من مختلف الأنواع والأحجام يستعملها أفراد العصابة في شجارات المتكررة قصد السيطرة على الأحياء وبث الرعب وسط المواطنين. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم ليحالوا بموجبه أمام النيابة المختصة عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترسل إنشاء والمشاركة والانخراط في عصابة أحياء.